المعادلة التانية 4 سين تربيع ناقص 9 تساوي 0. يعني اطلع 9 بره يبقى 4 سين تربيع تساوي 9. السين تربيع لوحدها هتساوي 9 على ال4، يبقى السين هتساوي زائد او ناقص الجذر التربيع ل9 على ال4، يعني هتساوي زائد او ناقص 3 على ال2. جذر ال9 3 وجذر ال4 2، يبقى مجموعة الحل زائد 3 على ال2 وسالب 3 على ال2. طيب المسألة اللي بعديها س تربيع ناقص 5 س زائد 6 تساوي 0. ممكن احللها ديت، وانا بس بحب ان انا استخدم المقص في اي معادلة تحليل، يبقى انت حاول تستخدم المقص في اي معادلة تحليل سواء سهلة او صعبة.